شكرا فخامة الرئيس. أشكركم سيد الرئيس على دعوتي الكريمة التي مكنتوني من خلالها أن أكون اليوم معكم في أرض مصر، في أرض الكنانة، وأهنئكم وأهنئ الشعب المصري على الإنجازات العظيمة التي تحققت لمصر في العهد الميمون لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويحق لنا جميعا أن نعتز بهذه الإنجازات، لأننا نعتبر أن كل ما أنجزت مصر هو لنا جميعا، فقوة مصر هي قوة الأمة. وبالتالي إذا كان الوضع في مصر حسنا فالوضع عندنا كلنا حسن. مصر نعرف جميعا ما تمثله في وجداننا جميعا، في وجداننا كعرب وفي وجدان الموريتانيين بصفة خاصة لمصر، مكانتها في وجداننا. ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى الدور التاريخي الذي لمصر، وللدور البارز الذي تلعبه مصر وما فتئت تلعبه وما زالت تلعبه، ونتمنى أن تبقى دائما تلعبه في القضايا الكبرى لأمتنا العربية ولأمتنا الإسلامية. ليس عندي ما سأضيفه كثيرا على ما تطرق إليه أخي فخامة الرئيس، أعطينا الوقت الكافي فخامة الرئيس وأنا للتعاطي في كل ما يهمنا في القضايا المطروحة في منطقتنا العربية وفي منطقتنا الإفريقية. وكما تفضل فخامة الرئيس تطرقنا على مواضيع مهمة مثل الوضع في ليبيا والوضع في السودان، وتطرقنا على مواضيع أخرى إلى مواضيع أخرى مهمة، منها مياه النيل، ومنها حق مصر في مياه النيل، وتطرقنا على صبر مصر والصبر الذي تتحلى به القيادة المصرية بحكمتها في التعاطي في هذا الموضوع المهم جدا. تطرقنا على الوضع في السودان، ونتمنى أن يكون الخطر يكون أن نكون تجاوزنا المحطة الصعبة في السودان، وأن يكون القادم أحسن، وأن يستطيع إخوتنا في السودان التغلب على الوضعية القائمة. وعموما نحن سعداء بوجودنا اليوم في مصر. وجه أخي فخامة الرئيس بالتعاطي بإيجابية حول المواضيع التي تم تناولها فيما يخص التعاون بين بلدينا وبين شعبينا الشقيقين، وقد تفضل فخامته بإعطاء توجيهاته السامية في هذا الإطار.
ونأمل ومتأكدون مسبقا بأن النتائج سوف تكون كما نريدها جميعا وتكون لمصلحة بلدنا وشعبنا الشقيقين إن شاء الله. شكرا لك.